طابت أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء، لعلكم تابعتم أيضا خلال الفترة الماضية وحتى خلال هذه الأيام الحملة السياحية مسندم الجمال، وتابعتم هذا الجمال الذي تم رصده هناك في محافظة مسندم، طبعا الذي يرصد كثير من التفاصيل في محافظة مسندم. طبعا هذا الموضوع كله ضمن حملة تنظمها وزارة التراث والسياحة ممثلة بالمديرية العامة للترويج السياحي وإدارة التراث السياحي بمحافظة مسندم، بالتعاون طبعا شركاء من القطاع السياحي خلال فترة من 12 إلى 19 يناير عبر منصات التواصل الاجتماعي. سنقترب إن شاء الله في هذه الوقفة من هذه الحملة وكثير من الجوانب الجميلة هناك في محافظة مسندم مع ضيوفنا الأستاذ صالح بن علي الخايفي مدير دائرة الترويج والتسويق السياحي بوزارة التراث والسياحة. حياك الله أستاذ صالح، أهلا بك. كذلك أرحب ببرير بن علي الكشري المشرف على حملة مسندم الجمال بشركة عمق التي نفذت أيضا هذه الحملة. حياك الله معنا برير، أهلا وسهلا بك، يعطيكم العافية. سنتابع طبعا معكم وسنتحدث عن كثير من التفاصيل، لكن سنتابع جانب من هذا الجمال مع المتابعين الأعزاء في الحملة السياحية مسندم الجمال. مسندم الشموخ تاج رأس عمان الشمالي، تطل علينا بولاياتها الأربع خصب، دبا، مدحة، وبخا. هذه المحافظة الجميلة التي تتفنن فيها الطبيعة وترسم بألوان لا تنضب، فيها الجبال العالية، فيها الدلافين الراقصة، فيها الجزر الجذابة. تناصفت الجبال مع البحر وأصبحتا جسدا واحدا لا يفترقان. من الأعلى تستهوينا القمم العالية، ومن تحت تبهرنا الخلجان والمرجان. وتعد محافظة مسندم الاستثمار الاقتصادي المهم للسلطنة، لا سيما وهي بوابة مضيق هرمز التجاري، وبها تصل الوفود السياحية القاصدة للترويج والاستجمام، فالمراكب الشراعية التقليدية تبحر بهم بين بحر وشاطئ. وستظل مسندم بهجة عمان وفاكهتها الطبيعية المنعشة. إذن هذا جانب من جمال محافظة مسندم، وكثير من الجمال أيضا مع ضيوفنا الذين سبروا غوار طبعا محافظة مسندم خلال الفترة الماضية من خلال الحملة السياحية مسندم الجمال. أستاذ صالح، أكيد يعني حملة مهمة أيضا هناك في محافظة مسندم، خبرنا عن الهدف منها خلال هذه الفترة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا شكرا على الاستضافة، تسليط الضوء على الحملة الترويجية لمحافظة مسندم والتي حملت مسندم الجمال. حقيقة الحملة الترويجية تأتي استكمالا لجهود وزارة التراث والسياحة لتغطية المعالم السياحية التي تزخر بها مختلف محافظات السلطنة. وهذه الحملة ركزت طبعا على محافظة مسندم لإبراز الجماليات هذه المحافظة في ولايتها الأربع. طبعا المعالم السياحية تتوزع بين الجبل والبحر والمعالم التراثية والتاريخية، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص ومن ضمنهم شركة عمق. نعم. اللي كان لهم دور كبير طبعا في هذه الحملة. يعني الحملة هذه التركيز على أبرز المعالم
السياحية التراثية الموجودة في محافظة مسندم. وأصلا محافظة مسندم يعني كلها تميز يعني حتى في طبيعتها في جبالها في رؤوس جبالها وأيضا سواحلها الممتدة وطرقها العجيبة يعني ما شاء الله أعتقد مهمة أيضا في هذا المحافظة. بالضبط. ثانيا نفس الشيء بعد التأثيرات اللي تعرضها طبعا القطاع السياحي من تأثيرات جائحة كورونا كان بادرت وزارة التراث والسياحة أساس إعادة النشاط والحركة السياحية طبعا للمحافظات وهذه بداية لمحافظة مسندم. ممتاز ممتاز جدا. برير توليتم رصد هذا الجمال وإظهاره أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فكيف اشتغلتم على هذا الموضوع؟ أول شيء نمسي عليك أستاذ خالد ونمسي على المشاهدين الكرام. نحن في عمق نؤمن أن المصور له دور اجتماعي في بلاده. نحن كعمانيين لنا دورنا نحو بلادنا. فابتدأت الخطة من الأستاذ معتصم الشخصي هو اللي جاب الفكرة أن نسوي حملة. نحيي المعتصم طبعاً كان له دور أيضا في التواصل. أن نسوي حملة حال مسندم وتغطي أبرز الجماليات اللي موجودة في مسندم. طبعا لما نجي ندور ونشوف المحتوى في الإنترنت ما نحصل ذاك المحتوى اللي يعبر ويبرز جماليات مسندم. ما شاء الله. فابتدأت الحملة وخططنا فيها مع وزارة. أنا حتى حاب منك أنك أيضا تعلق على هذه الصور اللي نشوفها يعني صور جميلة ورائعة وتخبرنا أيضا إذا في تفاصيل معينة حولها. إن شاء الله. هو صارت الحملة مع وزارة التراث والسياحة وجمعنا مجموعة من نخبة المصورين العمانيين نوجه لهم تحية كذلك. عددهم تقريبا حوالي 13 مصور. ما شاء الله. من شركة عمق تقريبا رحنا 4 أشخاص. والبقية من مختلف الأماكن. فتوزعنا على عدة فرق أساس أن نغطي محافظة مسندم من البداية إلى النهاية. ما شاء الله. ما شاء طبعا محافظة مسندم تزخر بالكثير من الأشياء. من الجماليات من التراث من المناطق. فركزنا أن ما نخلي أي شيء ما غطيناه. فلذلك سوينا رحلتين. الرحلة الأولى كانت في فبراير في عام 2020 ما شاء الله. يعني قبل كورونا. بالضبط. كان مفترض ان الحملة تكون حتى وقت يعني. كورونا. نعم. لكن نعم. ان شاء الله. نعم. فلما صارت هذه الحملة في ذاك الوقت طبعا كنا في فترة حداد على وفاة المرحوم صاحب الجلالة السلطان قابوس الله يرحمه. آمين. فكان بعض الأشياء ما نقدر نبرزها مثل الفنون. الفنون ما كانت موجودة في فترة الحداد. نعم. الأعلام كانت منكسة فما نقدر نصور المعالم التاريخية اللي موجودة والأعلام منكسة. فصارت رحلة ثانية على مطلع هذا العام وتقريبا راحوا فيها 3 أشخاص وقطينا يعني بحمد الله تقريبا معظم التفاصيل اللي موجودة في مسندم. ممتاز. أكيد هذه تفاصيل راح نرجع لها إن شاء الله. لكن أستاذ صالح يعني تنعكس إيجابا أيضا على كل من يتابع هذا الجمال يعني الذي تكتنزه محافظة مسندم بكافة تفاصيلها إلى أي مدى ينعكس أيضا على إقبال الناس أيضا على زيارة محافظة مسندم والاستمتاع بهذا الجمال. هو الحقيقة الحملة طبعا مركزة على السوق المحلي أو السائح المحلي بحكم أنه الحين السائح الإقليمي في هذه الظروف ما نقدر نوصل له أو أنه بحكم إغلاق المنافذ الحدودية. لذلك التركيز حاليا على السائح المحلي وتشجيع لزيارة محافظة مسندم. طبعا المحتوى اللي ضخ طبعا سواء كان في الهاشتاج مسندم الجمال أو من خلال وسائل الحسابات الترويجية للوزارة والمؤثرين والمصورين اللي كان لهم دور كبير. إضافة إلى ذلك هناك تعاون مع شركة عمران والطيران العماني وشركة العبارات. حقيقة هم تفاعلوا مع الحملة وهناك شركات اللي هي السفر والسياحة في محافظة مسندم قدموا عروض لهذه الحملة وراح تنزل تباعا. الحملة تأخذ 3 محاور. نعم. اللي هي التركيز القام. نعم. قبل أن تكمل هذه المحاور هنا يتساءلوا أيضا حتى الشباب والمخرج معنا هل هي تقتصر على يعني السائح المحلي أم أنه ممكن أيضا تكون للجميع وأن يتم الترويج لهذا الجمال أيضا خارج السلطة؟
هو الهدف كان أن تروق إلى خارج السلطة، لكن في ظل الظروف وحركة السواحل الحين في ظل الظروف إغلاق المنافذ، لذلك نحن ركزنا على السواحل المحلية إن شاء الله أيضا خلال السنوات القادمة تكون أيضا حتى كالمحتوى موجود يعني. بالضبط. كنت تتحدث عن الجوانب الثلاثة هي نعم، هي الجانب الترويجي أو المحتوى اللي بث خلال الفترة الماضية راح يستكمل طبعا بالعروض اللي راح تنزل ابتداء من غدا في موقع الوزارة الترويجي والحسابات الوزارة، إضافة إلى هناك رحلة تعريفية تسمى للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي راح تكون كمرحلة ثالثة في نهاية الشهر. نعم. طيب برير، يعني إلى جانب الصورة البصرية الرائعة التي تأخذنا تارة جوا وتأخذنا أيضا برا، ركزت أيضا على المحتوى أيضا المكتوب والمعلومات الحاضرة، فكيف جاء التفكير في هذا الجانب؟ هو لما رحنا نحن مسندم حبينا المشاهد حل هذا الفيديوهات والصور أنه يعيش هذه الأشياء بتفاصيلها، فحتى لما وقت ما جلسنا نصنع المحتوى كان كل التفكير أنه كيف المشاهد يحس أن هذه مسندم ويعرف أن هذه المعلومات، فقد تفكير أول شيء إيش المناطق اللي موجودة في مسندم لازم تعرفها، إيش الفنون اللي موجودة في مسندم، إيش الحرفيات اللي موجودة، إيش علاقة مسندم بينها وبين البحر والجبال. يعني من الأشياء المدهشة لما رحت مسندم أنه حصلت دائما في كل منطقة الجبل قريب من البحر، ما يبعد يمكن كيلومتر أو كيلومترين. صحيح. وهذا الشيء يعني جدا جميل، بحيث أنه يعني انعكس حتى في وقت الغروب أشعة الشمس تضرب في الجبال. ما شاء الله. فحبينا أن المشاهد يشوف هذه الأشياء من هذا المحتوى. فهذا المحتوى يكون صورة متكاملة بشكل عام لأي شخص يبغى يشوف أو يروح على المسندم ويشوفه. وطبعا تعقيبا على كلامك مع أستاذ صالح، هذا المحتوى راح يكون مرجع لسنوات قادمة، ممكن يكون حتى لعشر سنوات 20 سنة. فهذا المحتوى موجود بالضبط. ممكن يشوف في جماليات مسندم. لاحظت أيضا برير تركيزكم أيضا على جوانب عدة منها الفنون والحرف والإنسان الموجود، وشدنا أيضا يعني المقاطع من كمزار بالتحديد وتركيزكم على الإنسان هناك، فأكيد في فكرة في الموضوع. طبعا يمكن باتفاق جميع المصورين اللي راحوا كمزار يمكن أفضل مكان رحنا له، لأن يعني لما تدخل هناك ترتاح. أول شيء قرية كمزار هي عبارة عن قرية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق البحر أو الجو. بالضبط. وهذا الشيء جدا مميز. يعني تخيل أنت لو عندك سيارة ما تقدر توصل كمزار. بالضبط بالضبط. فقرية كمزار قرية وادعة وسكانها ما يتجاوز 3000. بالضبط. يعني لما تجي تشوف مساحتها ممكن تقارنها بمجمع بوشر، طبعا مجمع بوشر ما كامل بس الملعب. ما شاء الله، يعني كمساحة صغيرة. كمساحة جدا صغيرة. تحتضنها الجبال والبحر. أيوه. وفوق هذا. تحتوي على جميع الخدمات. ما شاء الله الحمد لله. يعني الحمد لله حكومتنا وفرت كل الخدمات، حتى الإقلاء الطبي موجود فيها. ما شاء الله الحمد. فلما تدخلها ترتاح. شفنا حتى الأطفال يتجهوا للمدرسة وكذا موجودين أيضا كخدمات تقدم أيضا في هذه المنطقة بالتحديد. طيب أستاذ صالح، يعني كيف لمستم تفاعل أيضا الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الحملة؟ حقيقة لمنصات التواصل الاجتماعي والمشاركين في الهاشتاج دور كبير، ونفس الشيء دور الكبير نفس الشيء لوزارة الإعلام اللي سخرت برامج التلفزيونية والإذاعية حقيقة من بداية الحملة، وما لمسنا من تفاعل فاق طبعا المستوى اللي نحن متوقعين ان نوصل له. اعتقد لولا الجائحه لاتجه الكثيرون فعلا خاصه في ظل هذه الاجواء الجميله واللطيفه الى محافظه مسندم، لكن يعني مع الجائحه لكن حتى العروض موجوده ومتاحه ايضا للجميع ابتداء من غدا ان شاء الله. يعني وجهه استثنائيه محافظه مسندم. ما هي ابرز العروض السياحيه اللي ممكن تقدم خلال المرحله؟ وفي عرض راح ينزل من قبل الطيران العماني كباقه متكامله تشمل تذاكر السفر والاقامه
بالإضافة إلى التنقل من وإلى الفندق. نعم. إضافة إلى ذلك عروض مقدمة من شركات السفر والسياحة لرحلات بحرية. كيف ممكن نطلع عليها؟ من خلال موقع الوزارة، وزارة التراث والسياحة، اللي هو موقع الترويجي إكسبيرينس عمان أو اكتشف عمان، ومتابعة حساباتنا في التواصل الاجتماعي. نعم. هل ممكن تكون هذه الحملة أيضا تتكرر في محافظات أخرى، محافظات السلطنة الجميلة أيضا؟ بالضبط، هذا اللي ما نسعى له، وحتى في جلسات عقدناها لترويج المحافظة القادمة إن شاء الله. وطبعا وفق ما يتم الاستعداد لها راح يتم إطلاق الحملة إن شاء الله. يعني من تنزاح كورونا هذا الجمال في عمان سننقله إن شاء الله لخارج عمان لنشاركه الآخرين ويستمتعوا إن شاء الله، وهذا هدف الوزارة طبعا. لكن في ظل الظروف الحالية فقط نحن نتكلم، إن ركزنا على السياحة المحلية. حصيلة العمل هذا برير قمتم به هناك في محافظة سندم، لو بغينا نجمله عدد طبعا الأعمال التي قدمتموها في المحافظة؟ تقريبا هو سوينا 6 أعمال تتحدث عن 6 مواضيع، مثل ما ذكرت سابقا المناطق، الفنون والحرف في مسندم، علاقة مسندم بين الجبل والبحر، قرية السي وبيت القفل، وعندنا الزيارات البحرية والجزر. تقريبا يغيب عني موضوع واحد، لكن بشكل عام راح يكون بكرة ختام الحملة معنا في حساب عمق. نعم. وراح ننشر فيديو يحتوي على كامل المشاهد اللي صورناها في تلك الفترة. إذا التشويق مستمر ما زال إن شاء الله، مستمر تعالى. وأنا أقول لكم ترقبوا يعني الفيديو، بيكون وجدنا خطير بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك برير بن علي الكشري، المشرف على حملة مسندم الجمال بشركة عمق. شكرا جزيلا لك. أحسن، تحية لزملائك أيضا. شكرا كذلك للأستاذ صالح بن علي الخايفي، مدير دائرة الترويج والتسويق السياحي بوزارة التراث والسياحة. شكرا جزيلا على جهودكم. إذا هذه هي مسندم الجمال، ودعوة أيضا لزيارة مسندم في ظل هذه الأجواء الجميلة وفي ظل جائحة كورونا. أيضا الخيار الأمثل هو السياحة الداخلية في البلد والاستمتاع بهذا الجمال. وصلنا إلى ختام حلقة برنامج من عمان لهذا المساء. غدا يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق إعداد هذه الحلقة، وهذه تحية من المخرج إبراهيم الزجاري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.